السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير والمصريين كلهم بخير. طيب اللايف ده مهم قوي 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 قوي، علشان هقول لك فيه على حاجات مهمه جدا. يعني يمكن ثلاث ارباع العربيات اللي بتدخل مصر دلوقتي او اللي بيستفيدوا هنا المصريين او اللي بيشتروها، خلينا نكون منطقيين، هي عربيات استيراد، سواء مصري مستفيد من مبادره المغتربين او مصري بيستورد عربيه كهرباء منه وبيستفيد من ان العربيه دي ما عليهاش جمرك، او مصري بيجيب عربيه استيراد شخصي من اوروبا ويستفيد من الزيرو جمارك ويحاول يجد مواصفه افضل. في العموم انت في كل الحالات دي بتجد مواصفه افضل، اسعار اقل، عربيات فيها تكنولوجي كويسه، حالات افضل من الحالات اللي موجوده في السوق المصري باسعار افضل. فمعظم العربيات اللي بتدخل مصر دلوقتي عربيات استيراد. انا من ساعه بدايه الازمه المفاجاه والغير متوقعه دي والمفاجاه الغريبه دي والوضع الاقتصادي اللي احنا فيه دلوقتي، وكمان استغلال البعض ليها بعنف وبشده، ما بتكلمش الا عن عربيات مثلا استيراد، تمام؟ ما بقاش في فرصه كويسه تعرف ترشحها في السوق المصري، ما بقاش في عربيه مواصفه كويسه. فالفيديو ده مهم قوي. ليه بقى؟ لان لما بنروح علشان اوجد لحضرتك سبل الاستيراد، فبروح اصور عند مثلا مستورد جايب عربيات، وانا بقول الكلام ده كلام عام علشان تستفيد منه. بروح اصور عند مستورد جايب عربيات بمواصفه افضل بسعر اقل، 200 300 400 الف، تمام، وباكج افضل ومواتير افضل. وانت بتتفرج كده اعمل شير واعمل لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس وتعرف ازاي تحمي نفسك وانت بتستورد عربي. ففي البدايه بنقول ايه؟ بنقول ان احنا عشان نجد منتج نقدمه ليك او نصوره، انا هعمل اجيبه منين يعني؟ تمام، انا عايز اقول لك ان انا اول ما ابتديت الموضوع ده قلت ايه، خليك قدوه، استورد انت لنفسك. ما انت ما ينفعش تقعد تكلم الناس عن الاستيراد وتقول لهم بصوا المواصفه وبص العربيه دي وبص انت لو استوردت هتستورد ايه واللينك يبقى اسيست والاداس كلها ومجموعه السلامه والامان ومواتير افضل وعربيات افضل. وكنت ابتديت بالعربيه التوريس لو انتوا فاكرين، فاستوردت بنفسي، جميل. فالناس ابتدت تلح وتسال انت جبت العربيات دي منين وعملتها ازاي ومش عارف ايه. رحنا عند المستوردين وصورنا، جميل. المستوردين دول بشر، ناس عاديين، خد بالك، هو المستورد ده مش منزه، اوعى تفتكره يختلف عن التاجر، هو تاجر في الاصل، جميل. فالتاجر ده ايه؟ هيوفي مع ناس ومع ناس اخرى قد يتعرض لمشاكل في استيفاء الشروط وفي عنده بقى 100,000 حجه التاجر. اقول لك هي ايه بقى ال 100,000 حجه دي؟ اصل العمله زادت، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل، بعضها في وجهه نظر سديده وبعضها الاخر في وجهه نظر لا، هو بيدور على اكبر مكسب. وطالما انت وانت بتستورد في بينك وبين الاستيراد وسيط، علشان كده هتلاقي دايما في كل بوستاتي في كل فيديوهاتي في كل بقى اقدمه اقول لك استورد بنفسك، خليك شاطر وحاول تقرا وتستخلص المعلومات اللي بنقولها دايما من فيديوهاتنا، وحاول تستورد لنفسك. انت مواطن مصري لك الحق والقانون بيتيح لك انك تستورد لنفسك، سواء انت مواطن مصري معاك اقامه في الخارج فلك الحق من الاستفاده من مبادره المغتربين، معكش اقامه في الخارج استورد شخصي، ما استورد عربيه كهرباء، استورد عربيه زيرو جمارك، استورد بنفسك، استعين بصديق، استعين بنفسك وسافر انت هات العربيه، مفيش مشكله خالص. وهتلاقي الموضوع، هتلاقي نفسك وفرت مارجن، هتلاقي نفسك وفرت كل حاجه، كل اللي محتاجه مستخلص جمركي هنا في مصر، وما اسهل المستخلصين الجمركيين. طيب لا انا ما اعرفش يا محمود يا خيري، وعايزك انت يعني بص تديني الاستيراد، تسقيني الاستيراد ده بالمعلقه، عايزك توريني حد يجيب لي العربيه وكده، ماشي. هناك كثير جدا جدا مستوردين محترمين، اللي بيستورد من كوريا واللي بيستورد من اوروبا واللي بيستورد من سين. هل بقى المستورد ده دايما هيلبي رغباتك وهيلبي احتياجاتك؟ لا، هو في الاول وفي الاخر له مارجن وله مكسب لازم يحققه، وله عموله بيحطها على سعر العربيه وهيكسب، دي تجارته، ده شغله. فلن يلبي رغباتك وطلباتك على الدوام. هتلاقي المستوردين دول كلهم، هل تقدر تقول ان المستورد فلان الفلاني من الباب للطاق كده من اوله لاخره زفت التعامل معاه، مش عارف ايه والكلام اللي الناس بتقعد تطلقه ساعات، اللي هو اتهامات غريبه جدا، ده حرامي، ده نصاب، ده مش عارف ايه. يا سيدي الفاضل، من لن يلبي رغباتك، انت اللي عملت في نفسك كده. ليه هقول لك انت اللي عملت في نفسك كده؟ اسمعني بس للاخر. لانك انت لما رحت تعاقدت على عربيه بشروط لا تحقق ما تتمناه، انت لازم تبقى عارف ان النهايه الشروط دي لن توفى، مش هينفع.
يعني لما مثلا لما تروح لمستورد فتقول له انا عايز عربيه النهارده، انت عارف ان سعر العمله متغير ما بين شويه العمله تطلع شويه العمله تنزل 3 4 جنيه شويه تطلع تاني شويه تاني. فلو قال لك العربيه مش حاضره عندي دلوقتي اهي هفرجها لك على الويب سايت وهتدفع وتتعاقد النهارده واثبت واديك عقد قانوني، يبقى انت لبست نفسك في حيطه. لو قال لك مثلا ايه هنقعد ندور على العربيه بره 15 20 يوم، هيجي بعد كده النهارده اداك سعر قال لك العربيه دي مثلا هتيجي في حدود 600,000 جنيه. لو قعد يدور لك عليها 15 يوم هيجي يتحجج بحجه منطقيه، اصل العمله رفعت 3 جنيه، ما انا اللي قلته لحضرتك اتغير، فاهمني؟ فانت ده ممكن يثيرك جدا ويغضبك جدا وانا فاهم ده، لكن هتجد المنطق في كلامه. ما اعمل لك ايه؟ ما حضرتك استنيت معايا. فلما تيجي تتعاقد على العربيه امسكها، حتى انا دايما في قانون المغتربين عملت لك ايه؟ عملت لك قبل كده فيديو، احجز وثبت بوديعه قليله وبعد كده عدل. ودايما بننصح بايه؟ استورد بنفسك، استورد بنفسك. ما عرفتش روح جد عربيه حالا على ارض الواقع بره في اوروبا في كوريا في الصين، خليه يوريك صورها يوريك المواصفه اللي انت اخترتها واحده واحده مع نفسك، واقفه حالا ساعتها تعاقد اديله مبلغ الحجز او مبلغ تثبيت سعر حجز العربيه، اتفق معاه على اجراءات الاي سي اي دي والشحن والكلام ده كله وهتتشحن لحضرتك في قد ايه كده تشتري العربيه من مستورد، تمام. لكن لو رحت المستورد وقال لك ما عنديش عربيات دلوقتي على الارض بره وهدور لك في السوق هناك واديني من 10 15 يوم، سعرها هيتغير، سعرها هيتغير، مستحيل مستحيل يثبت في ظل وضع ظروف السوق الحاليه. واقول لك حاجه، اقول لك نصيحه عشان تعرف، المستورد هو تاجر، لو السعر اتغير للزياده طبقا لسعر العمله هيطبق عليك الزياده، لكن لو اتغير بنقصان مش هينزل لك فيها جنيه، فاهمني؟ عشان كده دايما بنقول لك وما اشطر واكثر المصريين اللي سمعوا الكلام ده وكل يوم بيدخلوا عليا هنا يجيبوا لي عربيات تعمل افلام حمايه وناس بتنورني وعلى راسنا من فوق، وجاب العربيه بنفسه، شاطر جاب العربيه بنفسه في السعوديه في الكويت في الامارات، سافر يا سيدي الفاضل، ده في ناس بتسافر الامارات تجيب ايفون، بيحجز تيكت ويز اير الطيران الرخيص ده، يسافر باربع 5,000 جنيه يقعد ليله عند حد يعرفه ولا ليلتين يجيب الايفون ويرجع. انت بتشتري عربيه مكسل تطلع تجيبها بنفسك، وهناك اخواتنا الاماراتيين والسعوديين والكويت والكلام ده عندهم خدمات الشحن المصري هيخلصوا لك كل حاجه، الموضوع بسيط، فسافر هاتها بنفسك، وفر لك 200 300 400,000 من ثمن العربيه او 100 150,000 من اللي هيحطوهم مارجن التاجر لنفسه، تمام؟ لكن حتى انا لما رحت الامارات انتوا عملتوا فيا حاجه غريبه، عملتوا فيا كمين غريب جدا. انا رحت سوق راس الخور قعدت ادور وبالعلاقات كده وباسئله الناس، ايه يا جماعه افضل سوق للمصريين هناك نجيب منه عربيات مبادره مغتربين؟ فقال لك سوق راس الخور انزلوا. فدخلت على الناس، يا جماعه انا كذا كذا، اهلا وسهلا، عارفين حضرتك طبعا تنور وبتاع، عايز اصور عربيات المصريين اللي تنفع تنزل مبادره. لقيت العربيات دي عند اربع خمس معارض هنا، رحت لاكبر معرض فيهم كان عنده تشكيله وصورت. ما رضيتش اقول لك اسم المعرض، كنت عايزك تتشطر، انت تتشطر وتنزل وتدور وتسال، ونصحتك بده في الفيديو، لكن الناس اصرت، لا ارجوك قول اسم المعرض، لا ما ينفعش، وبقت تدخل لي انبوكس، يا سيدي انا مش واخد، ده مش اعلان وانا مش واخد منهم فلوس، انا مسافر من جيبي وعلى حسابي حاجه لوجه الله كده وبنعملها للناس، وحاجه القانون في البلد كويس يستفاد منه والكلام ده، انا مش عايز اعمل اعلان لمعرض، سواء المعرض ده كويس ومحترم وعلى راسنا من فوق، سواء المعرض ده لا اتفاقاته مش تمام، مش عايز اعمل له اعلان، انا لقيت عنده بس وسيله العربيات التشكيله متوفره عنده، ما انا ما انا مش ساحر، انا ما اقدرش النهارده اجي اقول العربيات في كوريا حلوه، هوفرها ازاي؟ لو ما رحتش لمستورد اصورها عنده او انا استورد منه بنفسي واوريك التجربه انا هوفرها ازاي؟ لكن تعاملات المستورد ده بعد كده او المعرض اللي في السعوديه او المعرض اللي في الامارات او المعرض، انا ما هعمل له ايه؟ لو انت اختلفت معاه في النص في نقطه معينه انا هعمل ايه؟ انا في ايدي ايه اعمله؟ انا بوري لك بس انت تقدر توفر قد ايه؟ سواء من استوردت من اوروبا، استوردت من السعوديه، استوردت من الخليج. لما تبقى انت، انا دلوقتي بقى عامل الفيديو ده ليه؟ والفيديو ده مهم جدا، انا بقول لك اعمل لايك بس عشان يوصل للناس، لان الفيسبوك للاسف هم دمروا الصفحه، تمام؟ ما بقتش توصل للناس. فاعمل لايك عشان يوصل للناس لان الكلام ده مهم. ازاي تحمي نفسك؟ احمي نفسك بانك تتعاقد على عربيه على الارض بسعر النهارده، تمام؟
تكتب عقد قانوني بينك وبينه بسعر النهاردة. ده في حالة ان حضرتك مش شاطر ومش عايز تبذل مجهود ومش عايز تجيبها بنفسك، مش عايز تلجأ لصديق او لاخ او لمغترب بره يساعدك، او انت بنفسك تسافر وتجيبها. ووالله العظيم ما اكثر المصريين اللي سافروا وجابوا العربيات بنفسهم وشطار شطارة رهيبة يعني، تمام، وفر بالمئتين انا اعرف ناس وفرت في عربيات كهرباء قسما بالله عن سعر السوق 400,000 جنيه، كان بياخدهم تاجر السيارة الكهربائية ويحطهم في جيبه، تمام، عشان شاطر جابها بنفسه، عمل الاوردر وسافر وراح وجابه وبتاع، وتستاهل. هي السفرية هتكلفك كام يعني؟ او هو صديقك اللي هناك اللي انت هتلجأ له في الصين في الامارات في السعودية في الكلام ده هيتعبك في ايه؟ ده راجل اكيد هيستجدع معاك يعني، هينزل يجيب لك العربية مش هيتعب خالص، هو جوه المعرض، مين يا جماعة بيشحن لمصر؟ يلا بنشحن ب2300 ريال، ب2300 درهم، اشحن على مصر، يلا يا استاذ مستخلص جمركي وما اكثر المكاتب هنا، طلع لي العربية باسمي، تمام، العربية طلعت، وفرت انت كده ايه؟ التاجر بقى في النص. ما عرفتش مش وحش، هناك ناس خلقت للشغلانة دي وللتجارة دي وربنا يغنيهم بالحلال، تمام، وفي مستوردين. بس تحمي نفسك ازاي من تغير السعر اليومين دول او من اختلال العقود؟ انك تاخد عربية على الارض حالا حالا، مفيش حاجة اسمها هدور لك، تمام؟ يعني انا بروح مثلا عند غندور اوتو، الناس دول كويسين قوي، بيعملوا حركة كويسة قوي، يفتح الويب سايت قدامك، يختار معاك مواصفة العربية، اهي عجبك، تمام، المكتب في المانيا هيتفق بكرة، هيتفاوض في سعرها، بكرة هنجيب لحضرتك السعر النهائي، عربيتك بتاعتك، ادفع المقدم الحجز وتثبيت السعر، وفي بقية الشروط بتاعتك. لكن اللي يقول لك هدور لك في سوق كوالالمبور، في سوق موزمبيق، هقعد ادور لك على العربية الفلانية، هقعد ادور لك على مش عارف مين، اديني 20 يوم. طب خلينا منطقيين كده، هل من 20 يوم سعر العملة كان هو؟ لا. هل بقى من شهرين سعر العملة كان هو؟ لا، نزل مرة 4 جنيه، رفع تاني 6 جنيه، فالسعر متغير. لما بينزل وانت بتتعامل مع تاجر ما بيديكش حاجة، لما بيعلى بيديك على بقى، تمام. هي التجارة هنا في مصر كده، كلنا مصريين، هنعمل ايه؟ هنجيب حد تاني؟ هنجيب شعب تاني؟ هي الفهلوة فينا وفي دمنا، تمام. فانت لما تجيب حاجة لنفسك، انا لسه بقولك ده ما اكثر المصريين اللي بيحجزوا دبي ويطلع يعمل مصلحة في الايفون، تمام، جميل. يعني مش قادر تسافر لعربيتك، مش قادر تسافر سفرية كلها احتمال تكلفك هناك في فندق 3 ستارز ولا حاجة، وتقعد ويز ايه بالتيكت والدنيا تمام وبتاع، 5000 جنيه رايح جاي، وسفرية كلها ب 10 12000 جنيه، مش قادر تسافر تقعد يومين هناك تجيب العربية؟ ده انت لو مالكش حد يعني، سافر هاتها انت بنفسك. مش قادر وما بتعرفش، انا قلت لك تحمي نفسك ازاي، جميل. لما بقى بنسافر يعني، انا مسافر كمان 10 ايام عشانكم، هلف لفة كبيرة قوي، جميل. انا مبقاش عايز اقول اسم معارض والفيديو اللي عملته كده، انا مش مستفيد حاجة، بقول لك ما لا، تعالى سوق راس الخور ولف كويس، او اسأل في سوق راس الخور ولف كويس. الناس بقى بتقعد يا استاذ محمود مش عايز تساعدني ليه؟ هو انا صغير؟ اديني اسم المعرض وانا هتصرف، اديني هعمل له ايه؟ اتفضل يا سيدي، ده اسم المعرض هقوله. طب هقوله، تمام. يجي بقى بعد كده واحد يقوم قايل لك ايه؟ المعرض ده عاملني وحش، ده ما ردوش عليا في التليفون، ده انا كلمتهم الساعه 12 بالليل ما صحيوش ردوا عليا، ده انا بكلم البنت بقول لها وايه الاجراءات وايه البتاع، قالت لي يا استاذ زي ما قلت لحضرتك كده. انا طب انا ذنبي ايه؟ انا مالي؟ انا هغير اتيتيودهم؟ بس هم دول اللي عندهم العربيات اللي اقدر اصورها لك، اعمل ايه؟ طيب انا بعمل اللي اقدر عليه، والله بشتري عربيات بفلوسي وبستورد عربيات بفلوسي يعني اعمل ايه؟ بس مش هقدر اضرب ايدي اطلع عربيات اوروبا اجربها لك، اضرب ايدي التانية اطلع عربيات كوريا اجربها لك، اضرب ايدي التانية اطلع عربيات الخليج كلها اجربها لك. العربيات دي موجودة عند بشر. وتجد بقى ايه؟ تغير الاراء. ربنا يبارك لك يا استاذ محمود، معرض فلان الفلاني اللي حضرتك صورت عنده ده رائع وجميل، اهلا وسهلا، على راسي من فوق والله، ولا الهدف ما كانش المعرض، الهدف كان اظهار العربيات. استاذ محمود المعرض اللي حضرتك صورت عنده ده قليل ادب ومش محترم ومش، اهلا وسهلا، انا اعمل لهم ايه؟ ما انا ما نسبتهمش، انا ما رحتش اخطب بنتهم، انا رحت اصور عربيات واقف عندهم على الارض، انا هعمل ايه؟ ولادات الادب هعمل ايه؟ تمام؟ فعشان كده بقول لك ازاي تحمي نفسك؟ فاللايف ده مهم جدا، اختار عربيه على الارض واقفه حالا
بسعر النهارده او بكره الصبح على الاقصر، تعاقد، سبب بعقد قانوني يحميك، تخرب بيت اي مستورد او اي حد انت لجأت له بعد كده بالعقد القانوني ده بالسعر الثابت، هنا انت حميت نفسك لو ما تقدرش تستوردها بنفسك. بس في